خلونا نروح لحدث هام جدا والحقيقة إحنا بنتشرف إن إحنا نكون على الهواء النهاردة في أربعة نوفمبر ألفين من مئة سنة زي النهاردة بالضبط أربعة نوفمبر ألف وبعد بحث طويل عثر فريق العالم هوارد كارتر على أول 12 درجة سلم من السلالم اللي أدت ل مقبرة رقم 62 في وادي الملوك واللي وجدت مغلقة بأختام تحمل اسم توت عنخ أمون وكان اليوم المشهود بداية مشروع امتد لعشر سنوات وشمل اكتشاف وحفظ أكثر من 5000 قطعة أثرية هامة جدا في تاريخ العالم كله طبعا احنا يعني تاريخ كبير جدا وعلشان كده كمان تحتفل وزاره السياحه والآثار بالتنسيق مع محافظه الاقصر ومركز البحوث الامريكي بالذكرى المئويه لاكتشاف مقبره توت عنخ آمون بافتتاح مشروع ترميم كارتر هاوس او بيت كارتر مكتشف المقبره والذي يقع بالبر الغربي لمدينه الاقصر. المشروع كمان تضمن الترميم واجراء بعض الاعمال الانشائيه واعاده تنسيق المساحات الخضراء وعرض كمان حديث ودقيق تاريخي للتصميم الداخلي لبيت هوارد كارتر واثاثه